ضرب جماعة راه معاهم بغيت نصحت الصوت ضرب لا واه شو هذه خويا الدرية مسكينة ماشي الخاطرة ديما تجي لنا من الصباح بالفطار تقريبا واحد 3 شهور ولا 4 شهور هي تدور عندنا في المار ودرك الحمد لله الناس تطوعوا باش يساعدوكم وتتعرى يومين اخويا هي في هذه الحاله هذه كيف كتشوف هذه السيده راه حامله راه الشهر ديالها الاخر هذا اللي غتولد فيه وانت كتشوف دابا ما كاين لا مسؤولين لا والو راه حنا عينا ما نعيطوا باش يجيو يديو هذه السيده راه كنلقاو انا احسننا قدام الحوانت وتضر الشارع انا عريانه بحال هكا السيده كتبنا بها صافي راه هادشي اللي قالوا الاخوان راه كلشي كيتابعوا المهم الله يجزيكم بخير الا ما ديروا خير في هذه السيده هذه نقدوها الله يجزيكم بخير ديوها للمستشفى او شي بلاصه اللي تسترها وهادشي اللي كاين هي غادا تخسر شي واحد